اسمي دياب خميس اسماعيل الشمباري، اسكن في كرم الزيتون بيت حنون. اللي صار معنا بعد صلاة التراويح في بيت الوالدة جنبي، صلينا بيجي يمكن تقريبا 12 نفر. بعديها قعدنا على الباب اللي سمعنا بصوت صواريخ، كانوا أولاد صغار كمان أحفادي جنبي، فحاولنا احنا نضب حالنا واللي صار الانفجار. طبعا أنا صوبت وأخوي والتي انفجرية ولي ولد كمان الصواب، طبعا صاب جزء من البيت وتكسر كل الشبابيك مع ضغط الانفجار اللي صار. ومع قوة اندفاع الانفجار طرت أنا وأخوي، أنا وأخوي، أخوي راح نجري وأنا شضايف وبطني والكبد والبنكرياس والأمعاء.